لو مواقع التواصل الاجتماعي اتعطلت في العالم كله لمدة شهر، ايه ممكن يحصل؟ ايه ممكن يحصل يا دينا؟ صباح الخير يا شادي، صباح الخير يا بسنت، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. بص انا متفقه جدا مع بسنت ان هي زي ما ليها مزايا هي ليها عيوب، لكن انا مريت بموقف زي ده. مريت بموقف زي ده، وانا كنت صعب جدا ان انا استغنى عن السوشيال ميديا، وفجاه حصل لي موقف وانا بره مصر وتليفوني باظ 15 يوم. انا ده مش بمزاجك؟ لا لا مش بمزاجي، كان غصب عني. بس خرجت من التجربه دي ان انا ما بقتش زي الاول، يعني بقيت عرفت. يعني اول يومين ثلاثه كنت متضايقه، ايه ده فين يعني، وصلنا كانت بعد مناسبه كبيره قوي ليا بالنسبه لي، فانا عايزه اتابع بقى اخباري ايه على السوشيال ميديا والناس كاتبين لي ايه او حد بعت لي حاجه، فكانت صعبه بالنسبه لي قوي. طب قررتيها بمزاجك بقى؟ لا طبعا، ده السؤال. لا طبعا ما قررتهاش بمزاجي، بس عودتني ان انا اكون مقله شويه في السوشيال ميديا، لان انا كنت فعلا مش هقول مدمنه قوي بشكل كبير، بس كنت مهتمه قوي بالسوشيال ميديا. كان ممكن افضل طول يعني وقت من التاني زي ما بنقول كده في سكرول على طول، لازم بوستات تنزل، لازم صور تنزل، في حاجات كتير قوي لقيت نفسي ان انا ممكن بكون بضيع وقت وطاقه ليا من غير فايده. لكن على الجانب التاني لا، السوشيال ميديا فادتنا في حاجات كتير، فادتنا كلنا، خدتنا دايما على تواصل مستمر مع ناس احنا بعاد عنهم، ممكن مش قادرين نشوفهم نوصلهم في بلاد تانية، خلتنا بنقدر نعمل ماركتنج، ساعدت ستات كتير قوي انها تعمل صفحات على السوشيال ميديا وتبيع منتجاتها وهي قاعده في بيتها، بتساعدها على انها يكون ليها دخل خاص بيها. فلو هنتكلم عن مزاياها، لا هي مزاياها كتير جدا قد عيوبها، بس المهم ان احنا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. ما رجعتش بنفس الصوره، طبعا قررت ان انا مش هكون مره تانية كده مدمنه سوشيال ميديا، لكن هقول حاجه تانية، ان في ناس بتبقى عندها نوع من انواع ان عايزه تعيش في العالم الافتراضي عشان العالم اللي حواليها هو مش مريحها، فممكن تكون بتلجأ لده بصوره او باخرى علشان تقدر تعوض حاجه ناقصها. فلازم نخلي بالنا كمان من اولادنا ان هم ما يكونوش بشكل مستمر على السوشيال ميديا، خاصه طبعا ان احنا في وقت الصيف دلوقتي، نراعي ان احنا يكون عندهم وقتهم طول اليوم مشغول في حاجات تانية، في تدريبات، في حاجات مفيده ليهم، غير طبعا ان هم لازم برضو يكونوا على تواصل مع كل الناس اللي حواليهم، ونعودهم ان احنا هناخد من كل حاجه الحلو منه ونبتعد عن السيء منه.